اما هلا سالي، محطتنا التاليه مع مساحه العمل التنموي، قديش اليوم عم نشوف كثير من الجمعيات إلى دور كثير فعال بالمجتمع، عم تقوم بنشاطات واسعه ومهمه. اليوم في عندنا اسبوع الاسره، عم تقوم في جمعيه سبل كثير من النشاطات تتضمن هيدا المشروع، وهي مش النشاط الاول للجمعيه، دائما خلال السنه في عده نشاطات عم يكون ضمن برنامجها السنوي. نحكي عن هيدا الموضوع اكثر معنا عقاب نصر الحلبي، منسق اعمال جمعية سبل التنموية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك عقابة، كيفك؟ يا هلا، يسعد دائما صباحك. نحن هيك مواكبين التفاصيل، فنحن اليوم رح نحكي عن فعاليات أسبوع الأسرة. خلينا نحكي لمشاهدينا عن هيدا الفعاليات. صباح الخير. بداية بدنا نحكي عن أسبوع الأسرة السورية أو أيام الأسرة السورية اللي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. نعم. وكجمعية أهلية نحن معنيين بالأسرة بشكل عام، وتحديدا ذوي الإعاقة والطفولة المبكرة. فركزنا بنشاطنا خلال هي الأيام الأسرة السورية على بكافة مناحي أو بكافة المجالات، خلينا نقول مجالات تدريبية، صحية، بيئية، حتى الرعاية الاجتماعية وما شابه. بدأنا بأيام الأسرة السورية يوم الأحد امبارح بعدة نشاطات، اللي هي تكريم مدراء المدارس بمناسبة عيد المعلم، وزيارات ميدانية على الصفوف، طريقة التعليم التي تقدم، الاطلاع على صفوف الدمج لأطفال الإعاقة المدمجة داخل مع المدارس. كمان كان في إشراف على كل طفل، زيارة غرفة المصادر، الاطلاع عليها ما تحتوي، ايضا تكريم المدرسين، وزياره كانت ميدانيه على كل المعلمين بما تضمنت 7 مدارس، اضافه لرياض دور رياض الاطفال عمر 3 سنين لـ6 سنوات. كمان اليوم كانت زيارتنا ميدانيه لهم. حلو. وعديد من الانشطه حتترافق خلال الاسبوع. خلينا نحكي عن هي الانشطه. نحن لما نقول اسبوع الاسره السوريه، اليوم يمكن عم نعيش ظروف استثنائيه وصعبه، 10 سنين من الحرب فتنا بالعام 11، في كثير ظروف يمكن قاسيه على كل اسره مرت فيها. دائما لما نستضيفكم ضمن انشطه الجمعيه بتركزوا على هي التفاصيل، يعني دائما على دمج ذوي الاعاقه، دائما على الاسر اللي هي فعلا محتاجه للدمج الاجتماعي، ما بنحكي نحن مادي قد ما هو كمان شيء معنوي ونفسي. خلينا نحكي عن هي النشاطات القادمه ضمن لما نقول اسبوع للاسره، انتم مو فقط اللي مشاركين، في عده جمعيات مشاركه، صحيح؟ إذا بدي أحكي على الهدف الرئيسي من أيام الأسرة السورية، هو الهدف الرئيسي منه هو الوعي الذاتي والوعي الجمعي. الوعي الذاتي للشخص للفرد، لاحقا ممكن ينتج عنه هو الوعي المادي أو المعنوي أو أي شيء تقدير بدنا نحصله نحن من الخارج. بداية بدي بلش بالتقدير الذاتي كوعي ذاتي اللي أنا أقدر حصله. فأيضا بدي يترافق معنا ورشات توعوية للأمهات، للسيدات، على طريقة وعيهم بذاتهم كسيدة كأنثى. إضافة لأنه نحن ما اليوم نكون اتكالين بس في رب أسرة واحد بالبيت، أيضا هذا كله بتدخل ضمن حملة أيام الأسرة السورية، هي من أهم الأهداف اللي عم نشتغل عليها واللي أتقنتها الوزارة، يعني ضمن أهدافها أنه اليوم ما يكون في عندي معيل واحد بالأسرة، ممكن الأم أو ممكن السيدة أو حتى العائلة، يعني لو ممكن شخص مسن قادر على العمل والإنتاج بهي الظروف اللي هي كتير صعبة، اللي كلياتنا حتى هون نحن عم نشتغل مواطنة، يعني حتى اليوم لما نحن كأشخاص أو ك خلينا نقول كلياتنا ممكن بمستوى واحد او بضائقه واحده، فهي عن جد بحاله مواطنه، الظروف تعمم على كل الشعب. فهون احنا دورنا بقى كجمعيات كيف طريقه خلينا نقول انتشال هذا الواقع، كيف نفتح مسارات، كيف نفتح السبل. تمام. يعني ايضا عقاب دائما نحن عم نركز على مو بس على الانشطه، نحن عم نركز ايضا على الظروف. نحن ممكن ناخذ بعين الاعتبار تفاصيل معينه للعمل ولا التوجيهات. خلينا نحكي عن النشاطات. دائما نحن نحكي عن الاجندات اللي انتم بتحطوها، بنحكي عن طريقه تنفيذ هذه الاجندات، خلينا نحكي عنها. هلا بدايه نحن اليوم اي نشاط لازم يكون في تنسيق على المستوى اللوجستي الاداري ايا كان. لاحقا حتى نقدر نبلش بممارسه نشاط بده يكون في عندي هدف، انا ليش عم اشتغل؟ يعني ما هو الموضوع اليوم انه انا بس اشتغلت نشاط، شو هدف صحيح منه؟ صحيح. لحتى اقدر يعني بس انا اليوم اذا بدي احكي نشاط اطفال، اوكي رقصتهم، لعبتهم، ضحكتهم، لا هذا ابدا ما هو نشاط. الرسالة في هدف ناتج عنه، هدف تربوي وهدف سامي ناتج عن هذا الشيء. لما نحن اليوم عم نحكي اسره، الموضوع كثير وسع، كثير كبير، يعني عم بحكي عن كافة الأفراد، عن الجنسين، عم بحكي عن فئات عمرية، فروقات فردية، فروقات عقلية أيضاً مختلفة وبيئات مختلفة.
فقديش هون نحن عم نجمع هاي الفئات كلها تحت مظلة واحدة بمكان واحد بأنشطة معينة لحتى نحن نحدد كيفية انطلاقة لهي الأطفال، كيف نحن ممكن نخليهم الطفل حد بحد ذاته الطفل يعرف وين المكنون تبعه، نوجهه صح، لأنه الطفل اليوم هو يعني مراية الأهل، مراية البيت، تربية خصبة تماما. فكيف نحن اليوم بدنا نبلش نشتغل صح مع الأطفال لحتى نأهلهم، إضافة لذلك بدنا نأهل الأم، بدنا نأهل الأمهات أو السيدات كيف هن يقدروا ينطلقوا مع أطفالهم. ما بدنا اليوم لا شعارات ولا بدنا كلمات ولا بدنا نظريات ولا بدنا اقتباسات، بدنا شيء عملي، بدنا شيء حاكي الواقع، شيء حاكي خلينا نقول الوصول للقلوب قبل العقول. صح. قديش هي كمان بتعطيكم يمكن نوعا ما مسؤوليه ومجهود كبير، وقلت خلال حديثك انتم جمعيه سبل عم تحاولوا تفتحوا السبل امام جميع الناس، قديش فيكم فعلا مثل ما قلنا تساعدوا ضمن امكانياتكم. يعني عم نحكي الانشطه اسبوع الاسره حكينا من امبارح لليوم، استكمال لهي الانشطه شو هي؟ اذا استكمالا عندنا زياره لدار المسنين، زياره دار الكرامه للمسنين، إضافة لزيارة دور إعاقة وجمعيات أخرى بدمشق. دائما دمشق عندكم كبير حتما، لأنه نحن اليوم جمعية لحالة، مو ضروري يكون أنا بذاتي بس بمملكتي عم بشتغل أو بمركزي، لا المفروض يكون في تعاون أكبر، عم يكون في تشبيك مع الجمعيات إلى حد ما. أكيد في تشبيك بهي هون يصن بيعود على يعني بيحقق نتائج أوسع طبعا، لما كل لما حتى بصير في تعارف، لما في علاقات عامة حقيقية وتشابكية بين الجمعيات بينتج أكثر مسؤولية مجتمعية أكبر، يعني نتيجة نوصل للتشاركية أوسع. تمام. يعني دائما في عقبات بتواجه الإنسان بأي شيء بيعمله، وأيضا دائما بنرجع بنقول إنه الظروف المحيطة بتأثر. لأي درجة عم تحاولوا أنتم تتجاوزوا لهذه العقبات للوصول للهدف والرسالة اللي أنتم بدكم إياها؟ كثير الموضوع هذا واسع. صح. يعني العقبات هي دائما موجودة، العقبات هي دائما خارج عن إرادتنا، بس هي أحيانا فعليا بتكون خارج عن إرادتنا، يعني أي تغيير ممكن يصير، أي إطراء، أي وضع، حتى ممكن نحكي اليوم على مستوى الطقس هذا يعتبر عقبات ممكن تتغير. فدائما احنا في لازم هيك يكون عندنا مرونة خلينا نقول لتغيير أي نشاط أو خطة يعني بي حتى نحن نقلب عليها أي شيء جديد. العقبات اليوم ممكن تواجه أكثر شيء هي من تعامل مع المستفيد، كيف نحن نوصل للمستفيد. نعم. كيف نحن المستفيد نوصل له، قديش كمان بتكون متقبل لهيدا الشيء تماماً. يعني هي كمان يمكن كمان نوعا ما بتوفر عليكم وقت ومجهود، هو تقبل الاخر. قبل كنا نلاقي صعوبه، يعني اليوم عم نشوف جمعيات ضمن الازمه اللي عشناها موجوده على الارض، في لها دور فعال، في ناس خلص صارت تشبك مع الناس، صارت تعرفها. قبل كنت في صعوبه لما هيدا المستفيد قديش فيني انا اوصل له. في كثير من الناس ما بتعترف انه عندها مشاكل، في كثير من الناس ما بتقول انه انا بحاجه مساعده، في كثير من الناس لما تدق بابا بتقول لك لا شكرا انا ما بدي، مع انه هي بامس الحاجه لهي التفاصيل كلياتها. هلا هون كيف نحن بنقدر نوصل ما قلت للقلب قبل العقل. تمام. يعني انا اليوم بدي اقدم فائده، بدي اقدم مساعده، بدنا نبتعد شوي عن ما يسمى المرئيات، يعني او الظهور على ظهور على الظهور. تمام. يعني ما بتزبط كثير. المستفيد اليوم عنده عزه نفس، عنده صحيح اباء، انه هو ما بيقبل ممكن تكون مساعده من اي حدا، فالمفروض نحن كيف نقدر نوصل له بطريقه غير مباشره، كيف ممكن نقدم هاي المساعده بطريقه غير مباشره، كيف ممكن نحن نوصل خلينا نقول لاطفالنا، او اذا اليوم عندنا اطفالنا كاطفال الاعاقه، الاطفال اللي عندهم اضطرابات، عندهم مشاكل، وكيف ممكن نحن نقنع الاهل بمشاكل اطفالهم. يعني خلصنا نحن بندمجه، او ان اليوم الاهل عندهم نظره ابني خالص ما فيه شيء، بدي احطه بروضه، بيروح على روضه بينفاجئ انه هو لسه ما انه منتهي من مرحله العلاج، ما انه متاهل لا اكاديميا ولا نمائيا، فبصير في عندي مشاكل كمان هون. هي العقبات بنواجهها دائما، والمشكله الاكبر هي الانتكاس عند الطفل بعد ما انتهى مرحله العلاج، بعد فتره انه هو الطفل ممكن الاهل رجعت البيئه، يعني خلينا نقول مثلا رجع للشاشات، رجع للعزله، ما عاد اندمج، ما عاد اشتغلوا معه الاهل هون للاسف، او رجع لمشاكل حتى البيئه النفسيه بتلعب دور، هي كلياتها بتسبب ارتداد لورا بحاله الطفل. كمان مشكله كثير كبيره بنعاني منها، هي احد العقبات اللي عم نواجهها بالغالب. نعم. يعني ايضا كمان خلينا نحكي لتوجهاتكم لعام 2021. نعرف 2020 كورونا كانت يعني جائحه، هلا لساتها مستمره، ولكن دائما نحن مع اخذ الحيطه والحذر فينا نحن نكفي امورنا ونشاطاتنا. احكي لنا عقاب عن لمين عم تتوجهوا بعام 2021، لاي فئه، لاي شريحه؟
تحديدا اليوم لما بقول جمعيه اهليه فنحن لكل فئات المجتمع، ما فيني حد شيء على شيء، نشاطاتنا التدريبيه مستمره دائما، نشاطات المهنيه او التاهيل المهني، بشهر القادم شهر نيسان شهر التوعيه بالتوحد بالطيف التوحد، عندنا حمله واسعه بهذا الخصوص حتكون ب يعني حتى على الشوارع، على البيوت، على السوشيال ميديا، بورشات توعيه بالمراكز الثقافيه، مراكز ثقافيه بدمشق كلياتها وريف دمشق، لحتى نحن نقدر نوصل لاكبر شريحه ممكنه من هدول الاطفال، اضافه لنشاطات بيئيه بيشاركون فيها اطفال التوحد بحدائق العامه بدمشق، لحتى حلو. الناس تظهر تعرف تميز، تشوف هدول الاطفال ما يضلوا مخبايين، ما يضلوا بالبيوت. شو اللي حابين تحققوا بال 2021؟ ويمكن استضفناك سابقا، كان في نشاطات كثير قمتوا فيها بال 2020، بس بتقولوا انه نحن حققنا هالقد، حابين نوصل مثل ما قلت لاكبر عدد، او حابين نوسع هيدا المشروع ضمن المحافظات السوريه؟ هلا بدايه نحن كجمعيه مشهره بدمشق وريف دمشق، اكيد الهدف اكبر، الهدف اوسع، مستفيدين لما نحن اليوم بيجينا مستفيدين من حمص، من درعا، من سويدا، من القنيطره، من اماكن بعيده يعني صحيح. على دمشق، فقديش معناها مستوى واصل او اسم الجمعيه واصل لاماكن بعيده، الناس تتمنى، في مستفيدين عم يجوا بشكل اسبوعي يعني لحتى يتلقوا خدمات العلاج، خلينا نقول باضطرابات النطق وما شابه. طيب هون نحن بحاجه انه نحن نوصل لعندهم، نحن نروح لعندهم، الأطلاء الأطفال بحاجتنا أكثر، هون مسؤولية بتكبر، لكن نحن دائما ما زلنا بحاجة الدعم، بحاجة أيادي بيضاء تساهم معنا لحتى نقدر نوصل لهدول الأطفال ونقدم لهم أكثر شيء بيستفيدوا. نعم، يعني أيضا عقاب دائما هذا عمل الجمعية هو هدف وإنساني، وعلى العمل الإنساني دائما يعول على الشباب، في خاصة هلا بهالفترة الحالية. حكيت لي انه من عدة محافظات عم يجوا لياخذوا العلاج في برنامج معين مشان يعني ما نظلم حدا عن حدا، واحيانا بيكون في عندكم ضغط وعجقة، حاطين برنامج معين لهذا الموضوع، عم تقدروا تضبطوا هذا الموضوع وتسيطروا عليه لانه بعرف الاعداد كبيرة؟ هلا اذا بدي احكي انا اليوم على المستفيدين اكيد كثير كثار، اليوم بدي احكي انا ما في عندي شيء اسمه يعني في ضبط، اكيد في ضبط، بس ما بدي اقول انا تمييز طفل عن طفل قطعا، هذا الموضوع نهائيا غير موجود بالقاموس اساسا، يعني هذا الموضوع حتما غير موجود. حلو. فانا اليوم بدي كل طفل حسب حاجته، لكن اذا بدي احكي محافظات فانا ما فيني كل يوم يكون الطفل عندي، يعني ممكن نحن يا يوم بالاسبوع يا يوم بالاسبوع حسب بعد المنطقه، حسب ما يحتاج الطفل، قد يعني في اطفال تحتاج مثلا لفترات معينه او لاسبوع مكثف او اسبوع مكثف، تلاقي الاهل ممكن يعني يسكنوا بدمشق هاي الفتره او يتواجدوا بدمشق او رغم الصعوبات، بس عم لكن رغم ذلك يعني هي اللي عم يتعذب عم يعني مسافة الطريق ساعتين او ثلاثة او اربعة، كيف ماديا حتى بالنسبة للاهل عبء مادي، يعني بس ان شاء الله يمكن بنشوفكم بالايام القادمة لكم مراكز بجميع المحافظات، ان شاء الله هيك بنشوف نجاحات على الصعيد الانساني مثل ما تعودنا عليكم، دائما الطابع الانساني هو غالب على يمكن نشاطات جميع الانشطة للجمعية، وكثير من الشباب السوري عم نتفاجئ فعلا بالمخزون الموجود ضمن الشباب السوري موجود على الارض وعم يقوم ضمن الامكانيات الموجودة. شكرا كثير لك. شكرا لك.